معانا استاذ ايهاب من مصر، برحب بيك يا استاذ ايهاب. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. الشيخ عصام معايا؟ الشيخ عصام سمعك على الهواء مباشره، اتفضل. طب بعد اذنك يا فندم، بس انا ممكن اساله في حاجه يعني؟ ما هو سامعك اهو، اتفضل اساله انت على الهواء. حضرتك ولا حاجه، انا راجل شغال نجار مسلح كده، وجيت من فتره وقعت من مبنى عالي، وبقالي الوقت سنتين حضرتك واقع من الشغل وما عنديش اي دخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا جيت. الو، انا سامعك يا فندم، اتفضل. بقول لحضرتك طبعا جه طبعا والدي، كان اخويا قاعد في الدور اللي فوقاني. حضرتك انا سامعك والله يا استاذ ايهاب، سامع حضرتك كويس جدا، اتفضل. طيب حضرتك جه اخويا كان قاعد في الدور الفوقاني، وجه ابطال امي طردوه من الشقه وطلع بره البيت، هو حضرتك دلوقتي وانا دلوقتي قاعد في البيت مصاب، وبحاول ان انا ارجع اخويا البيت تاني، وفي مشاكل من يومتها لحد النهارده. ابويا معاه فلوس، وعندي 2 اخوات تانية، واحده بنت وواحده ولد، واخدين تقريبا كل حاجه من ابويا. فهل هم دلوقتي ما بيكلمونيش، ولا انا بحاول ان انا اكلمهم مش عايزين يكلموني؟ هل ده يعتبر فاير ويز دلوقتي يا شيخنا؟ عشان انا بحاول اقرب وهم مش راضيين يكلموني خالص، ولا بيعبروني ولا بيسالوا عليا، وفي نفس الوقت عندي اخت وولد تانيين واخدين منهم كل حاجه. فاير ويز دلوقتي يا شيخنا ولا حاجه؟ لان انا مثلا بحاول اقرب لهم واتكلم معاهم وهم رافضيني، وبيتكلموا في حق اخويا وبيتكلموا في حقي. طب يعني دلوقتي بحاول اقرب وهم مش راضيين، ده فيها اعاقه دلوقتي، ولا ده فيها حاجه مثلا عقوق والدين، ولا ايه ده يا شيخنا؟ طيب حاضر يا استاذ ايهاب، بشكرك شكرا جزيلا. سمعت يا شيخ حسن السؤال؟ هو بيتكلم ان هو شغال نجار مسلح، ربنا يعافيه يا رب، يعني كان وقع من مكان عالي فاصبح قاعد في البيت بقاله سنتين ومصاب وما بيقدرش يشتغل وكده، في مشاكل بقى ما بين والده وما بين اخواته، وفي مشاكل ما بينه وما بين والده، فهو بيحاول يقرب من اهله، من ابوه وامه، بس هم بيبعدوا، بيحاول يقرب من اخواته بيبعدوا، فبيقول كده ده يعتبر في حاجه لعدم صلة الرحم وبري بأبويا وأمي. لا، مدام أبوه وأمه طبعا مهما عملوا فيه لا ينقطع أبدا. أيوه. قد ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفا، إلى أن تلقى الله أو يلقى الله عز وجل قبلك. البر والصلة إلى الوفاء، حتى لو أساء إليك، حتى لو عمل فيك إيه. الإخوة بتصل الأرحام، طيب هم لا يصلوني؟ قال صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الحال: ليس الواصل بالمكافئ. أيوه. اللي ذيب دي. وقال لما آخر بيشكو إن يصل رحمه ولا يصل، قال: فكأنما تسفهم المل. يعني أنت لك الأجر وهم يحملون الوزر. بس فلا ينقطع عن ذلك ويتحمل. والصبر أنواع، ومنه الصبر على الطاعة. فيها الصبر على البلاء. نعم. من البلاء أنك أنت تبتلى بأقارب تبرهم ولا يبرونك. أيوه. أو ناس تعاملهم معاملة كويسة ولا يعاملونك المعاملة الحسنة، ده ابتلاء من الله. نعم. لأن معناه أقول لك يا أخي ما بيحترموش إلا قليل الأدب. بيحترموا اللي بيشلق. طيب ما ينفعش تبقى أنت زي الناس، يقول لك لا أنا خلاص هبقى زي الناس، ما ينفعش. أيوه. وده عيب كبير في بعض الناس، في الآباء، في الإخوة، في كذا، لما يلاقي الأخ الطيب أو الأبوين يبقى عندهم ابن عاق وابن طيب، تلاقيهم دايسين في الطيب وبيتوددوا إلى العاق. كلام مش صح، حاجة غريبة، حاجة غريبة، بتبقى يعني بتبقى فتنة للإنسان، زي ما بيبقى في بعض الأعمال، ممكن تلاقي مدير واحد تنبل فعمال يطبل، واحد شغال فمش متراعي، أو واحد سيء وقليل الأدب فالناس تخافه. أيوه. وتبقى دايسة في مين؟ فيقول لك ده الطائفة، يكومه قدامه الملفات مثلا. شوف ده في الموظف، في المصالح الحكومية. مظبوط. الموظف قليل الأدب، البلطجي اللي ما بيشتغلش، المدير كرمه سايبه، واللي شغال الناس رايحة عليه. يعني اذكر في مره من المرات في وزاره مزاد، في تعرف عن يعني موظف من اللي ببلطج، وموظف شغال وابيع ده، فرايح لك بيشاور على زميله وهو ما فيش، انا يعني رايح له لوحده وزميله على طابور فلان 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 ده. فدي للاسف عاده في بعض الناس مؤسفه، ان الناس يصل الانسان يصل رحمه ويصل اقاربه ويصل والديه، وتلاقي الابوين مع الابن العاق اخر اكرام، اخر طبطبه. طب بس اهم حاجه يبطل قله ادب علينا. ايوه. طب يا جماعه ما اولى الله، ربنا كرمك بيه. فهذه افه يعني للاسف، فده ما يكونش داعي ولا دافع لان الانسان ينقطع عن البر
أو عن أن يراعي الله عز وجل، لأن أنت في النهاية أنت بتبر بوالديك أو بتصل رحمك عشان إيه؟ عشان يرضه ولا عشان رضا الله؟ عشان رضا الله عز وجل. خلاص رضا ربنا أنت خدته. تمام. عايز 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 من البداية الناس خليك صريح. أيوه. أنت عايز رضا ربنا خلاص رضا ربنا، ربنا قال لك استمر. أيوه. طيب جزاكم الله خيرا.